معلومه اكيده جدا من حد قريب جدا جدا من كهربا. انا طبعا كنت اتكلمت امبارح في الموضوع ده معاك، ولما اتكلمت في الموضوع ده تلقيت اتصال النهارده قعدنا نتناقش في قضيه كهربا وموضوع كهربا، وطبعا الراجل اشاد بينا واشاد ان احنا بنقول الحقيقه دايما ودايما بنوضح الحقائق، لا بناخد طرف على حساب طرف ولا بننصر طرف على طرف، بنتكلم بموضوعيه وحياديه. اوراق ومستندات اللي بتجيلنا بنعرضها وبنفصلها وبنقولها بمنتهى الحياديه والاحترام. المهم جات لي معلومه اكيده ان كهربا دلوقتي بيجهز شكوى كبيره جدا للحصول على تعويض مالي كبير جدا جدا من رئيس الزمالك في حاله صدور حكم من لجنه الاخلاق والقيم بالفيفا لصالحه. يعني هو المحامي بتاعه اكد له ان موقفه في الشكوى اللي تقدم بيها لجنه الاخلاق والقيم قوي جدا جدا جدا، وبنسبه تفوق 95% هيحصل على حكم ضد رئيس الزمالك، لان هو مقدم سيديهات واسطوانات وفلاشات وحاجات تثبت ادانه رئيس الزمالك وتجاوزه ضده وضد اسرته. تمام. والمحامي قال له 95% انت هتكسب القضيه دي، وعرض عليه ان هم يرفعوا قضيه تعويض مالي كبير بعد صدور الحكم على طول على رئيس الزمالك وعلى نادي الزمالك. على اثنين، رئيس النادي لان هو المتهم ضد في قضيه اللي في الشكوى اللي موجوده في الاخلاق والقيم، وضد نادي الزمالك لان هو تضرر من اضطهاد داخل النادي. تمام. والمعلومه اللي عندي ان المبلغ اتفضل. بقول لك تمام، الله ينور، حلو الشغل ده. تمام. تمام. المعلومه اللي عندي بقى ان زي ما رئيس الزمالك زمان كان بيقول لك انا هاخد 5 مليون دولار منك ككهرباء، انا هبطلك كوره، انا بقى بقول لك كهرباء انه احتمال ياخد منك ال 5 مليون دولار. احتمال كبير. وبقولها لك تاني، كهرباء هيجمدك، هيحطك في الفريزر، مش هتطلع منها لما كهرباء يقول لك اطلع. كهرباء هياخدك كده بعد الحكم بتاع لجنه الاخلاق والقيم ويحطك في الفريزر، يجمدك، يقول لك مش هتطلع الا لما انا اقول لك اطلع. واخد بال حضرتك؟ لان العقوبات اللي بتخرج من لجنه الاخلاق والقيم التجنيد وعدم ممارسه النشاط وعدم ممارسه مهامك ودفع غرامه ماليه كبيره. فانا بقول لك عشان تحضر نفسك. بقول لك علشان تحضر نفسك، عشان انت عارف انت قلت ايه في حق كهربا وحق اخوه وحق ابوه وايه وشغل اللي انت كنت تطلع تقوله في قناه الحدث والقنوات اللي انت كنت بتشتري فيها هوا والكلام اللي انت كنت بتقوله. كلام مش هيعدي، بيبقى ما بيعديهوش. فحبيت اقول لك بس عشان تجهز ان كهربا بيجهز لك حاجه جامده جدا، بيجهز لك شكوى بتعويض مالي كبير كبير كبير. واخد بالك؟ اقعد تحوش بقى من دلوقتي. ماشي، اقول لك هنتكلم بقى عن اصل الدكتور محمد جمال معايا في الموضوع ده، عندنا انفراد من العيار الثقيل. بس والله انت حبيبي مش اخبي عنك، مش انت قلت النادي البرتغالي ما كانش لاقي ثمن الاوتوبيس؟ النادي البرتغالي ماله؟ ما كانش لاقي ثمن الاوتوبيس، ايجار الاوتوبيس، فاكر؟ يا بيه الاوتوبيس محكول عليها بيت، شادين يحلوا، شادين يفكوا بيه الوهميه بتاعت الاوتوبيس. خد الانفراد ده. اتفضل. النادي هيعلن افلاسه خلال ايام ومعروض ليه لو عايز تشتريه ولا حاجه. طب بالنسبه للاوتوبيس برضه لازم نحل الرهنيه بتاعت الاوتوبيس قبل ما يباع النادي. يلا بس ما ينفعش، لا انا لازم الاول الاوتوبيس يرجع يشتغل الاول بعد كده يبيعوا النادي. طب يلا يا عم خش بباقي الاخبار، كان عندنا مكالمات مهمه. تمام. عندنا النهارده جنش وزيزو، احمد زيزو محمود علاء شاركوا نهضه تدريبات الزمالك، كان حصل على راحه امس. طبعا زيزو بالنسبه لنا هو اللي هيلعب مكان طارق حامد في مباراه بيراميدز، وطارق هيغيب بسبب ثلاث انذارات الايقاف. عندنا غياب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز واحمد الشناوي حارس بيراميدز عن مباراه الزمالك. عبد الله السعيد هيغيب لانه عنده شد في العضله الخلفيه وخرج خلاص بره معسكر بيراميدز، والراجل اتجه للساحل لقضاء يومين اجازه قبل ما يتعافى من الاصابه. واحمد الشناوي هو كمان تعرض لاصابه جامده جدا، فبيحاولوا يعالجوه يلحق المباراه، بس جات لي معلومات ان في صعوبه كبيره انه يلحق المباراه، وان حارس بيراميدز في الغالب امام الزمالك هيكون المهدي سليمان. هنقول بقى التشكيل اللي احتمال يلعب بيه مستر انتي
لنادي بيراميدز. تمام. التشكيل متوقع نادي بيراميدز، وهنقول ان هو في التدريبات بيركز على التشكيل ده، ودي معلومات جات لنا من داخل نادي بيراميدز. التشكيل متوقع بناء على التدريبات اللي بتقام حاليا، النادي سليمان في حراسه المرمى، علي جبر، عبد الله بكري، رجب زير ايسر، اربعه في نص الملعب، نبيل عماد دونجا، ابراهيم عادل، عمر جابر، ابراهيم حسن، قدامهم محمد فاروق ومهاجم صريح جون انطوي. دي التشكيله اللي بيركز عليها مستر انتي في تدريباته. تمام. عندنا النهارده الزمالك، مستر كارتيرون النهارده القى محاضره فنيه مع اللاعبين، اتكلم معاهم عن نقاط القوه والضعف في نادي بيراميدز، وطبعا زي ما قلنا امبارح ان هو توقع المباراه تكون صعبه، والنهارده اتكلم مع لعيبه الزمالك انه يجب الضغط على لعيبه بيراميدز بجميع انحاء الملعب، لانه شايف ان فريق بيراميدز عنده لعيبه مهاريه عاليه، وعنده لعيبه بتعرف تحرك كوره، وعندها امكانيات فنيه كبيره، فلازم الضغط عليها للحد من خطورتها. كمان عقد النهارده جلسه منفرده مع مصطفى محمد، وطلب منه ان هو يكون هادي جدا جدا في المباراه، واي فرصه تضيع منه اي فرصه يهدرها ما يتعصبش، ويركز في باقي وقت المباراه، يعني ما يخرجش بره تركيزه، ما يحتكش بمدافعين بيراميدز، ما يتكلمش مع الحكم، تركيزه كله يكون في استغلال الفرص، وانه يكون هادي جدا جدا في مباراه بيراميدز، لان هو متوقع ان المباراه تكون صعبه. دي مجموعه الاخبار اللي كانت معانا في نادي الزمالك. استاذ عبد الناصر، شكرا جزيلا يا استاذ علاء، شكرا جزيلا يا صديقي العزيز. دي كانت الاطلاله بتاعتنا في ملف نادي الزمالك. عندنا مفاجاه من العيار الثقيل في موضوع كهرباء، ولكن قبل ما اروح لهذه المفاجاه كان ارتباط بالمواعيد، عندي مداخله مهمه جدا مع سياده اللواء خالد فوزي المدير التنفيذي للنادي الاسماعيلي، ردا على ما جاء على لسان الكابتن حسني عبد ربه امس، ومن منطلق حق الرد لابد ان نعطي كل ذي حق حقه. موضوع كهربا النهارده مفاجاه مزلزله من العيار الثقيل، لازم تاخدوا فقره كهربا وتشيروها على قد ما تقدروا. ماشي يا جماعه، اللي هو خالد فوزي الى الاسماعيليه، وحق الرد مكفول فيما يخص كلام الكابتن حسني عبد ربه اللي كان معايا بالامس، واكد فيه انه منع وطرد من النادي الاسماعيلي، ومنع من حضور مباراة الإسماعيلي والاتحاد التي انتهت بفوز الإسماعيلي 3-1. ناس كتيرة جدا النهاردة اتكلمت وقالت حسني بالغ، وناس كتيرة قالت لا المهندس الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. ما عرفش بقى، يعني احنا كنا مرتبين مداخلة مع اللواء خالد فوزي، ما عرفش في مشكلة في الشبكة ولا لا في مشكلة في الشبكة بدل انت مشغول. طيب نشوف كده. ناس كتيرة يا جماعة قالت ان حسني عبد ربه بالغ، معرفش رأيكم انتوا ايه، وناس كتيرة قالت لا المهندس ابراهيم عثمان هو اللي كان متربص بحسني. ما بين هذا وما بين ذاك، الاتحاد فاز 3-1 عن جدارة واستحقاق، وكانت مباراة اكثر من رائعة للكابتن طلعت يوسف، ثلاثية من العيار الثقيل في قلب استاد الاسماعيلية، فوز الاتحاد على الاسماعيلي 3-1. طيب خلينا نشوف اللي هو خالد فوزي، اكن نروح لموضوع كهرباء. عندنا النهاردة مفاجأة مدوية، ما فيش كلمة اقولها لكم في موضوع كهرباء غلط، ما فيش كلمة أقولها لكم في موضوع كهربا غلط. والأيام بيننا، والأيام بيننا، احفظ ده كويس جدا جدا. الرقم المطلوب مغلق. طيب نروح على طول الدكتور محمد جمال وموضوع السيد محمود عبد المنعم كهربا. طيب ايه اللي انت عايز تقوله يا عم عبد الناصر في موضوع كهربا، وايه الانفراد اللي عندك؟ اول حاجة، وانت مسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تعرف حاجة يا صديقي، اني خلاص نادي قفش البرتغالي بخ، انا اسف على الصدمة، يعني نادي قفش البرتغالي بخ، النادي سيعلن افلاسه ويشهر افلاسه خلال ايام، وسيتم بيعه خلال اسابيع. انا معاك انه اول ما يجي يمارس النشاط مرة تانية بعد ما يعود من الافلاس عليك بخير لازم يدفع اللي عليها، يعني كده كده اي فلوس لازم يدفعها عشان يرجع يلعب تاني. فانت ادي طرف من الاطراف اللي اي مبلغ عيجي لازم يدفع نصه راح في الهوا شاشي، وانت ما تدراشي يا جدع، طار في الهوا شاشي والفش ما تدراشي يا جدع.
الفش عملها وخلع فك. يبقى انت كده يا معلم قدام 1,000,000 جنيه اتلغت على كهربا، ومليون جنيه اتلغت على الفش، والفش عملها وخلع. اسف على الصدمه للمغفلين واللي بياكلوا برسيم واللي مصدقين ان عندهم اسد بيجيب لهم حقوق، فاكرين طلع هو وعياله عملوا حفله و 33 مليون. قلنا كذب بهتان. تاني حاجه، تاني انفراد معايا في موضوع كهربا ايه؟ ده من المحامين بقى. قال لك اوعى تفكر، اوعى تفكر انك انت لما تقدم ورقه باستئناف يتقبل، لا، لازم يكون معاك مستجد، اما مستند جديد او اما شيء يغير مسار القضيه. اقول تاني، علشان يتوقف الحكم مش بمجرد ما تقدم ورقه استئناف كانك في مراجيح مولد النبي يروح يوقف لك، لا لا، لازم يكون معاك مستجد او مستند يغير من سير القضية. ايه المستجد اللي عمله كهربا يا معلم؟ كهربا اثبت ان المستند الوحيد اللي مع مرتضى منصور في شنك. انا بكلمك من واقع الاستئناف، كلام في المذكرة بتاعت الاستئناف. الزمالك مضى كهربا، ما بيكذبش في ده مرتضى منصور ولا عياله، بس وثق العقد بعد توقيع كهربا بسنة. الاتحاد الدولي غير العقود في 2017-2018، الموسم الكروي 2017-18، قال لك العقد الأخضر يقلب ويبقى باللون التاني، يبقى العقود الخضراء ستلغى في نهاية موسم 17-18. كهربا كان موقع قبلها بشهور، الزمالك راح وثق عهد كهربا الاخضر في نوفمبر 2018. طبعا هنا مفيش تلاعب في التواريخ ولا فنتو ثانيه، علشان كده العقد الاخضر اللي مضي كهربا باطل، لانه توثق في نوفمبر وكان اخره يوليو 2018، وتوثق في نوفمبر 2018. دي انا اسف برضه على الصدمه، انا عارف ان الصدمات كتيرة النهاردة في موضوع كهربا. طيب ازاي مرتضى قوى موقفه بهذا العقد الملغي؟ ادوله جواب مجلس هنا بوريدة عن طريق فلان علان مدركان وتبر، من غير ما نتهم حد، ادوله جواب يقوي الموقف بتاع العقد الاخضر الملغي، وبناء عليه هذا الجواب اللي اتهم المحامي صراحة اتحاد الكورة انه مدلس ومزور ومنح جواب ليس ذا صفة وغير حق علشان خاطر يضعف موقف كهربا، هو المستند الوحيد اللي بناء عليه اتحكم لمرتضى منصور. وخلي بالكم انا دقيق، ما بقولش الزمالك لان الزمالك مش طرف، مرتضى اللي طفش كهربا، اللي ما جددش مع كهربا، اللي ما فصلش في تفاوض مع كهربا، اللي قضيته مع كهربا، اللي شتم وسب كهربا. ايه اللي حصل يا عبد الناصر بقى؟ الجواب ده بتاع اتحاد الكوره عمل مركز قانوني قوي لمين؟ لمرتضى منصور. وبناء عليه طلعت الغرامه ال 2 مليون، مليون على كهربا ومليون على الفيس البرتغالي، او افش زي ما تسميه. واخد بالك انت؟ قبل ما يجي الدكتور محمد جمال ويشرح لك. فاذا العقد الاخضر راح اتحاد الكوره بعد ما عدى فترته القانونيه في التوثيق. فكهربا مضى للزمالك، ما كذبش مرتضى، ولكن مضى على عقود بالله واشرب ميتها. فعشان كده خد الجواب عمل بيه مركز قانوني. هذا المركز القانوني الوحيد اللي مقوي موقفه، الاتنين محامين التوانسه اثبتوا ان الجواب ده تم التدليس والمجامله على كان حق موكلهم يضيع اللي هو محمود عبد المنعم كهربا، وقدموا ما يفيد ببطلان الجواب. فهنا حصل مستجد في القضيه فاوقف الحكم. يبقى كده المليون بتاع الكهربا بخ. طب
طب النادي البرتغالي بيقول لك ما معهوش فلوس يعمل استئناف لانه النادي مفلس، يبقى كده ادي المليون التاني بخ. عمك كهربا في الموضوع وحده يا معلم، ومع عمك الا كهربا طبعا. ايه كلام المين لمرتضى؟ مع عمك الا مين الا كهربا؟ دلوقتي كهربا شغال في ايه؟ في موضوع وحده. هتقول لي هترسي على ايه؟ هترسي على فنكوش. بعد كده هيرجع ايه؟ هتلاقي في تعويض لكهربا على سب مرتضى ليه، دي قضية تاني في القيم.